امال انت راي حضرتك ايه؟ انا برضو مش فاهمه، انت عايز تقابله ليه؟ الله، مش نعرف مين ده وعايز ايه ومين اللي بعته. هتلاقي حد غلبان عايز مساعده وقال لهم كده بس عشان يعرف يدخل لي. تشغلش بالك بالحاجات التافهه دي، انا ياما ورد عليا ناس كده. عاجبك اللي انت عامله في نفسك ده؟ انت لا على حلو ولا على بارد من امبارح يا اخويا. واحد اللي بسم الله كلك لقمة. هتجنن يا زينب، دماغها تتفرتك من ساعة ما قرت قدامي بالحقيقة وقالت انها صباح وانا جوايا 100 سؤال. هي ليه غيرت اسمها وازاي وايه لها الأمة اللي هي فيها دي كلها؟ وليه نكرتني في الأول؟ يا اخويا يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. مش قادر استنى لبكره. يعني استنيت السنين دي كلها مش قادر تستنى يوم كمان؟ انا هين عليا وما اروح لها دلوقتي واللي يحصل يحصل. لا اوعى يا اخويا عشان خاطري، هتنكرك تاني واحنا ما صدقنا. اصبر يا اخويا. اموت واعرف بقت شهيره ازاي؟ انا سايبها صباح حامل وساكنه في اوضه تحت السلم مع ابويا الله يرحمه وابنها اكرم اللي من جوزها الاولاني. ارجع عليها شهيره؟ قال شهيره وازاي ده حصل؟ وبنتي، بنتي مين؟ ولو التانيه مش بنتي تبقى بنتي مين؟ وازاي تتجوز وهي على ذمتي اصلا؟ صبرك بالله، هي مش مديالك ميعاد عشان تقابلك. يا خوفي لا تكون بتزحلقني، بس قسما عظما لو عملت ده لاكون فضيحه في الدنيا كلها. معلش سمي بسم الله كده واستهدف ليه؟ كلك لوم عشان خاطر بنتك بس. بنتي مين؟ جميله ولا هيا ولا هما الاتنين بناتي؟ بس هي كانت بعتت لي وانا في العراق وقالت لي انها جابت بنت، ما جابتش سيره اتنين دي خالص.